بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 تلبية لدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة الشقيقة للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 برقيتي شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أكن لها كل تقدير والمحبة أن أعرب لكم عن عميق الشكر والامتنان على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة وحسن الاستقبال خلال زيارته للمشاركة في أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار كما أود أن أعرب عن اعتزازي مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة على امتداد تاريخهما العريق والشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على المواقف الأخوية الداعمة والمساندة دوما لمملكة البحرين وإنني إذ أكرر خالص الشكر والتقدير لأسأل الله جلت قدرته أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ويحقق لشعب المملكة العربية السعودية ما يصبو إليه من تواصل التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة ودمتم بعون الله سالمين موفقين سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما بعث سموه حفظه الله برقية شكر إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة هذا نصها صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة أن أبعث لكم ببالغ الشكر والامتنان على ما أحطتموني به من حفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلة الذي قبلت به والوفد المرافق أثناء زيارتنا كما أود أن أعرب لسموكم العزيز عن بالغ شكري وتقديري على كريم دعوتكم للمشاركة في أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار وأود هنا أن أتوجه بالتهنئة لسموكم على ما حققتموه من نجاح كبير في تنظيم هذا الحدث العالمي المرموق فإن هذا النجاح الذي تسجله اليوم الشقيقة الكبرى هو نجاح لنا أيضا نعتز ونفتخر به مكررا لسموكم الكريم الشكر والتقدير سائلا الله تعالى يمدكم بعونه وتوفيقه وللمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار ودمتم سالمين موفقين أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء